الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى وعضو المجلس معنا على الهاتف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا هاني، ازيك؟ اهلا بيك. ناقشتوا ايه النهارده وايه اللي هتعرضوه على الرئيس بكره باذن الله؟ والله احنا احنا بنشتغل على ثلاث محاور اساسيه. الماء، مشكله المياه، الطاقه والتعليم والصحه ايضا. الصحه فتم تقديم صباح اليوم، يعني واحنا الحقيقه الاجتماع يا دوبك مخلصين من 10 دقائق يعني. لكن يعني تقدمت ورقه عن التعليم الاساسي، وتقدمت ورقه عن التعليم الجامعي والبحث العلمي، تقدمت ورقه عن اطار لمشروع التامين الصحي الشامل، وتقدمت ورقتين باسلوبين مختلفين لتوليد الطاقه الشمسيه، اللي هي واحده عن طريق المرايا العاكسه والثانيه عن طريق الالواح الخلايا الشمسيه. نعم. الدكتور هاني عازر قدم المشروع اللي هو منوط بيه تنفيذه، انشاء انفاق وكباري عبر قناه السويس. اعتقد مشروع بكره هنناقش مشروع للزراعه دكتور هاني الكاتب الصبح، وبعدين هنعمل ملخص في بعض المشاريع تم يعني مبلوره، يعني خلاص يعني ممكن نقدمها، وفي مشاريع طبعا عاوزه دراسه اكتر، يعني يمكن عاوزه فتره اكتر، ممكن طيب. بعد اجتماع تالي بتبقى يعني مكتمله، وتم يعني تكون نضجت كده وبقت مبلوره. طيب مستقبل هذه المشاريع ايه يا دكتور؟ يعني الطريق بتاعها ينتهي فين؟ او يعني كيف يمكن ان تكون يعني اساس للتنفيذ؟ يعني التمويل قصدك ولا لا؟ لا التنفيذ، يعني المشاريع دي مصيرها ايه يعني؟ مصيرها احنا بنقدم كل الافكار دي وكل اوراق العمل دي لمؤسسه الرئاسه. نعم. نخشها معاهم، اذا اقتنعوا بالافكار دي فان هو يبعثوها للجهاز التنفيذي للتنفيذ. هذه تقريبا الشكل العام. يعني احنا مش مسؤولين عن اي عمليه تنفيذيه طبعا خالص. طبعا انا فاهمه طبعا، لكن يعني يخشى البعض ان يكون مصير هذه، يعني احنا عندنا امل كبير في هذا المجلس، لانه مجلس من العلماء، يعني نبتدي لاول مره في حياتنا ان احنا نضع اساس علمي لمجموعه من الاشياء، سواء للميه، سواء للطاقه، سواء للطرق، سواء لهذه الامور، لكن دايما في خشيه انه حضرتك طبعا يعني عارف ومتصل بكل الدوائر المختلفه، انه هذه المشروعات وهذه الأفكار ينتهي الأمر بها إلى الحفظ في الأدراج. والله أنا يعني التخوف ده كان في الماضي وكان دايما عملية متكررة، لكن أنا شايف وحاسس وكل الزملاء حاسين إن في اهتمام بالغ من مؤسسة الرئاسة بهذه المواضيع، ويعني أنا متعشم خير إن شاء الله. طب إيه الأولوية دكتور غنيم؟ لو لك أن تضع أولوية، لو لك أن تقول لهذا الجمع من العلماء يا جماعة إحنا لازم يكون عندنا أولوية 1 2 3 الآن، لأنه ده محتاجينه. الآن الطاقة. 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 وده طبعا قبل الصيف الجاي لازم هيتنفذ مشروع إن شاء الله للطاقة الشمسية 4 ميجا وات قبل الصيف، فده يعني تقريبا مشروع كامل ومنتظر بس يعني ايه الموافقه لبدء التنفيذ، واعتقد ان الموافقه جاهزه. هل في بالفعل احد المشروعات يمكن قدمها دكتور عكاشه عن فكره الالتزام والانضباط وازاي؟ هذا صحيح، هذا صحيح، واقدم ورقه ممتازه بهذا الصدد. يعني هو بيقترح ايضا اليات تنفيذها عن طريق الإعلام، خاصة الإعلام المرئي طبعا، لأن ده أهم حاجة، تغيير سلوكيات الناس دون استعادة السلوكيات المنضبطة في كل حاجة، من أول الطريق للحياة لكل شيء، فمن الصعب جدا تغيير هذا البلد. بشكرك جدا دكتور غنيم. أنتوا هتقابلوا الرئيس بكرة ولا إيه بالظبط البرنامج؟ إن شاء الله إن شاء الله بعد الظهر. هل دكتور محمد العريان هيكون موجود؟ هو موجود دلوقتي.
موجود بالفعل. حضر في يعني الفقره الاخيره من الاجتماع اللي موجود. طيب وهل المفروض ان هو هيقدم ورقه اقتصاديه او قدم بالفعل؟ بكره الصبح. بكره الصبح هيقدم ورقه اقتصاديه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر ورائد زراعة الكلى، مبشر بالخير.